أطلب من فايز المالكي تفضل المسرح إذا تكرمت. هو الشاعر اللي راح نكتشفه اليوم، بس ما أدري عاد بيساعدنا ولا لا، لأنه عندي الخبر اليقين إنك شاعر. عاد والله ما أدري المصدر صحيح؟ الحقيقة أنا شاعر، وقتي بشاعر. شاعر شاعر ولا شاعر بوجودك؟ آخر قصيدة كتبتها يوم السبت الساعة 6 مساء. موثقها؟ أي. طيب أقول فيها سم. غمضت عيني قصدي أشوف حاجة، مثل العرب لا غمضوا ما يشوفون. أنا كل ما صنعت بجي لبري والله يسر. طيب عموما شعراءنا الثمانية المتسابقين في هذه الحلقة حبوا أنهم يشاركونك ويقدمون كل واحد منهم بيت أو بيتين شكر وعرفان لتواجدك معنا في هذه الحلقة، تشرفنا بوجودك، وأيضا يتحدثون من خلال الأبيات اللي راح يقولونها الآن عن الوقفة الإنسانية اللي راح تكون فعالية جديدة في النسخة الرابعة من مسابقة شاعر المعنى. عادي أنت بترد عليهم بعدين، تفضلوا ويعطيكم العافية يا شباب. يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 لا. إذا الإنسان قدم خدمة للإنسان يجي فايز بالأجر وتغفر ذنوبه، يجي فايز نقدم له الشكر والمسلمين اخوانا، وفايز وقفته ما هي بذا النوبة، وفايز وقفته ما هي بذا النوبة. نقدم له الشكر والمسلمين اخوانا. خلوها خادمة الخير من ميدان في ميدان، وهذه لك يا ابو راكان محسوبة، وهذه لك يا ابو راكان محسوبة. خادمة الخير الله في ميدان، عسى الله يكثر امثالك يا ابو راكان، ويا طيب اللي يهب الخير من صوبه، يا طيب اللي يهب الخير من صوبه. عسى الله يكثر امثالك يا ابو بكر، يا طيب اللي يهب الخير من صوبه. عسى الله يكثر امثالك يا ابو بكر، يا كثر اللي يهب. وفايز للمراجل نار مشبوبة، وفايز للمراجل نار مشبوبة. أقول الله يدي ما لمن واليمان، وعقبه يا الله الغفران والتوبة، الله الغفران والتوبة.
حق الشكر والعرفان. جهودك في مجال الخير محسوبة، جهودك في مجال الخير محسوبة، يا بايس تستحق الشكر والعرفان، جهودك في مجال الخير محسوبة، يا بايس تستحق الشكر والعرفان، جهودك في مجال الخير محسوبة. الو يا فايز فيك خير وبان فعلك بان، وناس يفعلون الخير محبوبة، وناس يفعلون الخير محبوبة، يا فايز فيك خير وبان فعلك بان، يعطيكم العافية، شكرا لكم. تفضل يا فايز. شوف عاد، إذا أنك شاعر حقيقي رد على كل واحد منهم بيت، هنا يبين الموضوع. الله يبيض وجيهكم ويرفع قدركم ويرحم والديكم، والله أنتم ما فيكم حيلة ولا أقدر عليكم، مسوا على خير. شكرا لك يا فايز، شكرا لك، شكرا على تلبيتك الدعوة، ألف شكر، ألف شكر. طيب الآن طبعا وصلنا، أخذ عول عبد الله معي. لا خلّه، نبيه محتاجينه. شكرا لك يا عوض عبد الله الفنان الجميل والرائع.